نسقط نوجد أول شيء زي سكور، نوجد زي سكور للفاليو للقيم، نوجد الزي سكور وبعدين بنروح من يعني بنشوف القيم المقابلة يعني للزي سكور عن طريق الإكس فاليو ناقص المين على الستاندرد ديفيشن، بنوجد قيم الزي سكور دكتور، وبعدين بنروح بنشوف انه هي هل هي ليفت هل هي رايت هل هي بتوين، بنشوفها عن طريق كمان يعني باستخدام الزي تيبل. تمام، شكرا لك دكتورة. احنا حنكمل اليوم المهارات المتعلقة بالنورمال بروبابيلتي ديستريبيوشن والستاندرد نورمال بروبابيلتي ديستريبيوشن. كنا في الفترة او المحاضرات السابقة بنتكلم عن ايجاد المساحات تحت قيمة زي سكور معينة او above قيمة زي سكور معينة او in between two زي سكورز معينة، وبعدين اتعلمنا كيف انه هذا الكلام ممكن نرجعه بعد ما نطلع الزي سكورز، انه ممكن انا اوجد المساحات اللي تحت اكس سكور معين او اكس فاليو معينه او ابوف اكس فاليو معينه او ان بتوين اكس فاليو معينه، باني بطلع القيم المقابله للزي وبالتالي بعرف المساحات اللي بتكون مقابله الها، وبالمقابل بكون أنا بقدر أعمل تحويل من وإلى من الزي للإكس ومن الإكس إلى الزي values. فإحنا حنستمر بتعلم باقي المهارات المرتبطة بالفايندينج للبروبابيليتيز تحت منحنى التوزع الطبيعي، بس هنا هالمرة هاي بدنا نعكس السيتويشن. هنا إذا أعطاني المساحة، بلشنا في هذا الموضوع ولا لا؟ بلشنا نحكي في هاي الموضوع. تفضلي دكتور. احنا وصلنا دكتور عند بالضبط عند هان finding a z-score given بالبيك يعني البرنسنتايل عندها وصلنا. تمام، يعني احنا هنا بنتكلم عن مهارة انه ما يعطيني الزي او الاكس، هون راح يعطيني المساحة، الحالة العكسية يعني يعطيني المساحة ويطلب مني استخرج الزي والاكس المقابلات للمساحة هذه. تمام، فهو اذا اعطاني الزي سكور نزلته الجدول تبع الزي سكور ولا ما نزلته؟ دكتور انا مش عارف اي سلايد هاي أدي رقمها. هاي السلايد اللي مباشرة بعد ما خلصنا البروبابيليتي، يعني هي بتيجي مباشرة تحت عنوان normal distributions finding values. هناك كنا نوجد المساحات، هنا رح نوجد الفاليوز. أوكي تمام أوكي هاي. فبس الفكرة الزي تيبل نزلته من المودل عشان يكون معكم عشان يساعدنا في الفهم. هنا الحالة العكسية إنه بيعطيني المساحة وبيطلب مني الزي سكور المقابل، وممكن يطلب مني الاكس المقابل للزي سكور هذا اللي له مساحه معينه. فهنا مثال find the z score that corresponds to a cumulative area of 0.9973. فهنا بهاي الحاله ايش بعمل عشان اوجد الزي سكور؟ بيكون معي التيبل، بروح بدور على المساحة 99.73 أو 0.9973 أو أقرب قيمة لإلها جاه داخل الجدول، وبالتالي بوجد الزي سكور من خلال قراءة الزي المقابل هاي الـ 0.9973، معناته على الصف والعمود على الصف تبعها مكان التقاطع على الصف تبعها بشوف الزي سكور، والفراكشن المتمم للزي سكور بقرأه من العمود مباشرة اللي اتقاطعت عنده هاي المساحة. فبيكون هنا بالضبط كم الزي سكور المطلوبة، تطلع كم 2.78 هي الزي سكور اللي كومولاتيفلي قبلها في 99.73 من البيانات. واضح؟ لا دكتور كيف طلعتها ما فهمت. دكتورة عم بيطلب الزي سكور
اللي مقابل لمساحة 99.3. المساحة وين بلقاها؟ من وين بجيب المساحات؟ أيهم من الجدول؟ من الجدول، بده يكون الجدول موجود معي. المساح هذه القيمة، ما أنا عندي جدولين، عندي جدول للزي السالب وعندي جدول للزي الموجب، صح ولا لا؟ صحيح. هاي المساحة لما تكون فوق النص، المساحة لما تكون فوق النص معناته الزي بده يكون في الموجب، لما تكون تحت النص حتكون الزي في السالب، لأنه الستاندرد نورمال ديستريبيوشن لميو تبعه صفر، أقل من الصفر 50%، أعلى من الصفر 50%، فالسوالب راح تكون مساحاتها نص فأقل، والموجب مساحاته نص فأكثر، تمام؟ فأنا هاي المساحة من وين راح أجيبها؟ بروح على الجدول وأدور في المتن تبع الجدول أو في البطن تبع الجدول على المساحة المطلوبة أو أقرب شيء لإلها. هلا هون في 0.972، هون 0.793، exactly مشابهة للرقم اللي المساحة المطلوبة، صح ولا لا؟ طيب كيف أقرأ الزي سكور المقابل لإله؟ ما هو الزي سكور هيو موجود على الـ على الفيرتيكال أكسس وعلى الهوريزونتال أكسس. الفيرتيكال بقرأ منه الزي سكور اللي لحد خانة عشرية واحدة، وبكمل الفراكشن المكمل من هون في مكان التقاطع تبع المساحة. من هون بقرأ 2.7 ومن هون بقرأ 08، فهي 2.78. وضحت؟ وضحت دكتور. هذا هو الزي سكور اللي مطلوب في الإجابة. Another example، أوجد الزي سكور that corresponds، هو هذا احنا حكيناه في نهاية المحاضرة الماضية بس بنأكد عليه. Finding the زي سكور that corresponds to a cumulative area of 0.4170. هاي أقل من نص ولا أعلى؟ دكتور أقل من النص. هنلاقيه يعني راح نلاقيها، سالب راح نلاقيها بالزي السالب ولا الموجب؟ نعم سالب دكتور. بدي سالب. اروح للتيبل تبع الزي السالب وادور على 0.417. هاي 4243، بدي 41 انا. هاي 4129، لا بدي 41. هاي 4168 وهاي 4207. ما في اكزاكتلي 417، صح ولا لا؟ صحيح دكتور. وبالتالي هاخد اقرب مساحه، يعني هي اقرب ال 417 اقرب لهاي ولا لهاي؟ هي جايه اقرب لهاي تقريبا، لانه اذا قربت انا الثمانيه للسته بتصير 7 زيرو، صح ولا لا؟ مظبوط. دكتور احنا ممكن نحكي انه مثلا 168 ومثلا 207، انه لا الاقرب انه من 170 مثلا 168. انا هيك حكيت ممكن، يعني هون 168 لل 170 فرق 2. بالضبط انا حكيت اقرب، بس ال 170 لل 207 الابعد. نعم انا هذا الاشي اللي يعني فكرت فيه، يعني اكثر من يعني انه هيك. أيوة، ما احنا بندور على أقرب قيمة، فأقرب قيمة بالجدول هي هاي القيمة. صحيح. ففعليا شو الزي سكور المقابل للمساحة هاي 4168 أو 17 تقريبا، they are the same، هي حتطلع ماينس 1. فاختار الكلوز اريا اقرب مساحة، فهي بتطلع ماينس 2 1. عرفنا كيف نطلع الزي المقابل لمساحة معينة؟ تمام تمام دكتور. طيب
طلب مني الزي لمساحة معينة 75%. هاي البي 75 هي سواء تسميناها probability 75% أو برسنتايل 75%، يعني العشيريات بسموهم العشيريات، يعني البرسنتايل 10 20 30 40 50، في النهاية هي عبارة عن مقدار مساحة. probability 75%، 75% أعلى من النص ولا أقل؟ أعلى. يعني في الزي تيبل الموجب ولا السالب؟ شو رأيكم؟ الموجب دكتور. لازم تكون في الموجب لأنها هاي 75% أعلى من 50%. طيب من وين أجيبها؟ لازم الجدول يكون معكم. فحقيقة إذا رحت على الجدول ودورت على المساحة 75%، يعني اللي هي 0.75 في الجدول الموجب اللي معه الجدول، سيجد أن هذه المساحة هي بتكون عند Z score 0.75، راح تكون عند Z score 0.67. فلازم يكون الجدول معكم. تمام دكتور. انا مش بنقول السلايد عندي. ايش عفوا؟ السلايد مش بنقول عندي على اللابتوب. السلايد انت بتنقل فيه؟ لا السلايد يمكن ما، ليش بحكي المشكله في مشكله بالنت. مش بنقل يعني، انا عشان هيك مش يعني بشوف وين انت بالسلايد. ما حول. ما حول دكتور. لا في ب... في في ب... في نط في بطء في تلقي السيجنال تبعت ال يعني دكتور عندكم بالنت قصدك؟ ممكن لانه انا ما في يعني ال... طيب هيك هيك بنقول طيب هاي شرحناها، هاي اللي احنا بنحكي عنها ال 75%. هي above limit، يعني بالموجب. فبدي يكون الجدول معكم، لازم الجدول يكون معكم عشان أنا أوجد 75 مساحة 75% أو 0.75 في الزي تيبل الموجب، لازم نلقاها عند exactly أو قريبة من ال 0.67. هاي من الجدول بتنلاق بتبين. تمام. آخر شغلة ومن المهارات اللي راح نتعلمها إنه لما يطلب مني الإكس المقابلة لمساحة معينة أو الإكس المقابلة لزي سكور معين. أخذنا هذا الكلام بكل بساطة إنه أنا لما بدي أطلع الزي سكور من الإكس، من قيم إكس تبعت الظاهرة، شو بستخدم الفورميلا؟ لو بدي الزي سكور شو الفورميلا؟ دكتور بناخذ الفاليو من بناخذ الفاليو بعدين نطرح منها المين بعدين عم نقسمها على ستاندرد ديفيشن. مش هاي هي الفورميلا؟ هون عم بيطلب مني اني لما اكون عندي مساحه معينه واعرف الزي اللي عند المساحه هاي، اني اطلع الاكس فاليو المقابله لهذا الزي سكور. فسواء طبقت الفورميلا الاصليه، بس الفرق انه هون المجهول هو الاكس فاليو والمعلوم الزي فاليو. اختصرنا اياها بالمختصر انه الاكس اذا طلب مني الاكس فاليو المقابله لزي سكور معين، هي الاكس تساوي لميو زائد زي في سيجما. تمام. هو اشتقاق من هاي او اختصار لهاي المعادله. تمام. واضح زميلات وزملائي؟ تمام دكتور. عارفين من وين جبناها هاي؟ من نفس القانون. ايوه من نفس القانون، بس عدنا صياغته بطريقه يعني صغناه بطريقه انه انا بدي اطلع الاكس مش الزي. فالاكس حتساوي الزي مضروب في سيجما زائد الميو، لانه هاي الميو حتروح للجهه الثانيه بالموجب. تمام مزبوط.
وضحت؟ وضحت يا جماعة؟ في حدا مش فاهم كيف جبنا الاكس؟ طيب نكمل. نكمل ولا في اشي بده اعادة شرح؟ سامعيني يا جماعة؟ دكتور سامعينك دكتور. طيب دكتور نكمل، يعطيك العافية. مفهوم الوضع واضح؟ نكمل يا جماعة، إذا في شيء مش مفهوم احكولي خلوني أوضح. طيب نكمل، ناخذ إكزامبل. نتابع ولا ارجع لورا؟ دكتور بالسلايد اللي قبل بتاعت البي 75 دكتور، هاي ما كانت مشيره عندي على اللابتوب، انا يعني ما بعرف كيف يعني حلها، يعني ما بعرف، مش ما بعرف حلها، بعرف حلها بس انه بحكي يعني كيف انه انت حكيت في 75، يعني باعتبار لازم نعملها 75% من الاريا، هيك كان قصدك في السلايدة هاي ما كانت مشيرة عندي على الصفحة. طيب على دكتورة، طيب معلش، هو لو مش مشيرة، هي الكونسبت تبع الموضوع نعم، انه هو هذا اكزامبل، انه يوجد لي الزي سكور اللي لحد مساحة 75%. دكتور البي 75 هاي انت رحت حولتها يعني اريا تساوي 75%، هيك كان قصدك؟ ما هي هيك، هو هذه probability. probability 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 p ترمز للprobability. تمام فهي سواء طلبتها على شكل percentile يعني 10 20، يعني قلت لك p 10 ولا p 20 ولا هي تعبر عن probability. نعم يعني حنحطها بالمية، يعني قصدي انه area تساوي كذا بالمية هيك صح؟ ما هو ما في، ما هي كلها على بعضها واحد صحيح. نعم 100%. فهي probability، the probability is a fraction of 100، فهي 75% يعني هي fraction. ف يعني probability 75 أو يعني إذا حطها P 75 يعني probability 0.75. وصلت دكتور، وصلت. أوكي. ال 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 الشطارة في الموضوع إن أنا يكون التابل معي وأدور على 75. Actually هو ما في الجدول 75، في 0.7468 أقرب واحدة. فأنت الشطارة إنك أنت تأخذ الإشي الأقرب وتقرأ الزي سكور اللي عنده. لا دكتور أنا الأريا بعرف أطلعها، بس كان قصدي إنه البي 75 هاي يعني الأريا هي كلها بتكون 100%، عشان هيك أخذنا يعني 75% من الأريا كان هيك. هو طالب مني بي 75. لو طالب مني بي 10 بي 20 بي 30 بي 50 وهكذا، فيعني هي probability percentile أو probability. تمام أوكي دكتور كملت. الآن هو الآن رح يعطينا المهارة المكملة، إنه أنا يعطيني مساحة ويقول لي المساحة هاي تتوافق مع زي سكور كم، وممكن يجي يقول لي تتوافق مع إكس كم بالظاهرة. تمام؟ فهي سمبلي إنه أنا بطلع بحول من وإلى الزي والإكس بين بعض، بس المهم إن أنا أطلع المساحة، أطلع منها الزي أحولها بعدين للإكس. تمام؟ أو العكس، أحول المساحة، أحول من الإكس للزي وأوجد المساحة. إحنا في السابق تعلمنا كيف أطلع الزي وأوجد المساحة، بعدين بلش يعطيني المساحة ويقول لي ارجع لورا طلع لي الزي والإكس المقابل. تمام؟ هاي example، the monthly electric bills in a city are normally distributed. لازم يحكي لي هاي الجملة، ولو ما حكى لي هاي الجملة راح نتعلم كيف نعمل evaluation of normality. The monthly electric bills in a city are normally distributed with a mean of $120 and a standard deviation of $16. اوجد ال x values corresponding to a z score of 1.6.
شوفي هنا شو طالب مني؟ أوجد الـ X value، مش طالب مني مساحات، طالب مني بس أطلع الـ Z، طالع بده الـ X value المتوافقة مع Z score معين. هذا تطبيق مباشر على القانون ولا لا؟ بالضبط دكتور، هنحط تمام. الـ Z score عشان أطبق القانون لازم تكون عندي هاي المعلومة أنه normally distributed، لأنه هذا القانون بيرتبط مع النورمال ديستريبيوشن كاركترستكس. فسمبلي حقول الX تساوي الميو زائد Z في سيجما، يعني الميو 120 زائد 1.6 ستاندرد ديفيشنز مضروبين في ال1 ستاندرد ديفيشن اللي هو 16 دولار، فبيطلع المجموع عندي انه X تساوي 145.6 دولار. معناته بنقدر نقول انه فاتورة الكهرباء اللي قيمتها 145.6 دولار هي تبعد 1.6 ستاندرد ديفيشن عن المين تبع هاي الفواتير او عن هذا المجتمع. تمام؟ اوكي يا جماعة. واضحة؟ تطبيق مباشر على القانون. أوكي، واضح؟ في شيء مش واضح لغاية الآن؟ طيب دكتور، تمام. الآن أجا بده يصعب علي الموضوع شوي، مش بده يعني أطلع الزي المقابلة، بده يعطيني مساحة وأطلع منها الزي، ومن الزي بعدين أطلع الإكس المقابل، اللي هو خلينا نسميه المهارة المكملة لفهمنا للنورمال كاركترستكس أو الكاركترستكس of the normal distribution. بيجي بحكي لي، بيقول لي إنه the weights of bags of chips for a vending machine are normally distributed with a mean of 1.25 ounces and a standard deviation of 0.1 ounces. Bags that have weights in the lower 88% than the lower 8% are too light and will not work in the machine. What is the least a bag of chips can weigh and still work in the machine? هلا السؤال اللي لما بيجي بهاي الطريقة بتكون مشكلتنا في اللغة الإنجليزية ولا بتكون مشكلتنا في ترجمة الأرقام؟ بالإنجليزي والله. أيوة، فإحنا حقيقة مشكلتنا إنه يعني لابد أن نعترف أحيانا إنه ممكن ما نفهم شو المطلوب لأن إحنا مش قادرين نترجم السؤال، صح ولا لا؟ طيب، بس احنا مبدئيا من حيث المبدا قادر اشوف انه في مين، وقادر اشوف انه في ستاندرد ديفيشن، وقادر اشوف انه في مساحه. مظبوط مظبوط. وفي معلومه انه الديستريبيوشن از نورمالي ديستريبيوتد. شو اللي بيحكي لي اياه هذا السؤال؟ بيقول لي انه كياس الشيبس في ماكينة الفندنج ماشين اللي هي تبعت الواحد لما يحط كوين جوا الماكينة ويشتري شيبس أو شوكولاتة أو بيبسي أو الماشينز تبعت شراء الأشياء اللي تنحط في المولات في بعض الأماكن، عارفينها؟ ما شفتوا ماشين زي هيك تحط فيها كوين تشرب؟ أكيد دكتور، مبلا. تمام. هلا الان لو الشركه اللي بتعبي الماشين راحت حطت اكياس شيبس اوزانها، الماشين ما راح تتعرف عليها، فلو اجى حط انسان الكوين جواتها ما راح تطلع له الشيبس اللي اوزانها صغيره. فهو هون بيقول لك، بيعطيك، بيحكي لك انه الاوزان تاعت الباكس لهاي الماشين تتوزع توزع طبيعي بمين مقداره 1.25 اونسز وزنها، والستاندرد ديفيشن 0.1 اونس. ممتاز، اعطاني المعلومتين كويس اللي هم البارامترز لهذا المجتمع. شو معطيني المعلومه؟ بيقول لي انه الاوزان تبعت الكياس الشيبس اللي حتكون في اللور 8% من البيانات، يعني اي وزن في
يقع في الأوزان اللي في 8% القليلة من البيانات، هدول خفاف، ترو لايت، خفيفات جدا، والنتورك ان ذا ماشين، ما راح تشتغل الماشين، ما راح تتعرف عليهم. الماشين راح تتعرف على الاوزان اللي في الابف 92% من البيانات، الثمانية الاقلال ما راح تتعرف عليهم الماشين. معناته معطيني مساحة ولا مش معطيني مساحة؟ معطيني probability ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح دكتور. طيب شو طالب مني؟ بيقول لي ايش هو اقل وزنة للكيس الشيبس، شو اقل وزنة لكيس الشيبس اللي راح يتعرف عليها الماكينة. هلا فعليا اقل وزنة يعني اللي هي اقل وحدة، ومنها ولا طالع بتتعرف عليها الماكينة، ومنها ولا نازل ما بتتعرف عليها الماكينة. فبنرسم منحنى التوزع الطبيعي، هاي المنحنى تبع التوزع الطبيعي. بيجي بيقول يعني هو بطالب مني انه 8% اللور في البيانات هدول ما راح تتعرف عليهم الماكينة، ففي عندي حد معين فاصل من الوزن تحت منه ما راح تتعرف الماكينة، وفوق منه بتتعرف الماكينة، وبالتالي هذه تمثل عبارة عن probabilities او احتمالات. فبدي بداية ال 92% من البيانات اللي بيكون الماكينة متعرفة عليهم، وهي الحد الفاصل انه ال 8% من البيانات اللي تحتها ما راح تتعرف عليهم الماكينة. يعني بدنا نطلع الزي سكور اللي قبل منه في 8%، لانه طالب مني to the lower، بحكي لك in the lower 8%. in the lower 8% يعني اقل منها، هي مش مشمولة، هي وطالع بتكون بتتعرف عليها الماكينة الأوزان. بس أنا ما عندي أوزان، عندي هنا Z scores، فأنا بطلع Z score المقابل لـ 8% اللي تحت منه 8%، وبعدين بحول Z score للـ X المقابل بمعرفة الميو والـ standard deviation لهذا المجتمع، فبطلع الوزنة المقابلة. simply لما أروح على التابل وأطلع الـ probability إنه Z أقل من قيمة انا ما بعرف شو هي، بس المساحة اللي عندها هي 0.08، بروح على الجدول 0.08 في السالب ولا بالموجب، في جدول الزي السالب ولا الموجب؟ الزي سالب دكتور، الماينس في السالب لانها تحت النص. نعم. معناته actually هي بدها تكون قليلة يعني نوعا ما. فالزي من الجدول بدور على 0.08 شو اقرب زي لها، راح يطلع ناقص 1.41 من التابل راح أكون طلتها. بطول عند البوينت 08 شو أقرب زي عند البوينت 08 زي ما تعلمنا، فبيطلع الزي هي ناقص 1.41. معناته البيانات اللي تحت ناقص 1.41 ستقع في 8% اللي تحت، وبالتالي لن تقرأها المشين. بدي الآن الوزنة، كم الوزن اللي هون؟ شو الوزن المقابل لناقص 1.41؟ بنعوض على القانون، حطبق في القانون، بدي الوزن اللي مرتبط بالظاهرة اللي المين تبعها 1.25 والستاندرد ديفيشن تبعها 0.1 أونس. X يساوي الميو زائد Z في سيجما، الميو عندي 1.25 و الزي ناقص 1.41 طلعناه من المساحة اللي أعطانا إياها، ضرب الـ 0.1 أونس اللي هي الـ standard deviation، وبالتالي X تساوي 1.1 أونسز. بمعنى أقل وزنة راح يتعرف عليها المشين بدها تكون ما تقلش عن 1.11 أونسز. من 1.11 أونسز وطالع المشين راح تتعرف على الوزن، تحت هيك أوزان ما راح تتعرف عليها المشين. وضحت؟ تمام. واضحة زميلاتي وزملائي؟ هذا كله بيحتاج براكتس، يعني لما تحلوا طبعا راح اودي لكم assignment انا ان شاء الله خلال هاليومين عشان تحلوا فيه، تعملوا practice على استخراج الزي سكورز من التابل وتحويلها للاكس وبالعكس، واستخراج المساحات وهكذا. تمام زميلاتي وزملائي؟
واضح؟ أوكي دكتور تمام. طيب لو ما أعطاني هاي المعلومة بالأسئلة إنه التوزيع is normally distributed، هل بقدر أطبق هاي القوانين والخصائص تبعت النورمال ديستريبيوشن؟ لا دكتور، هاي خاصة بس بالنورماليتي ديستريبيوشن. ممتاز، شكرا لك دكتورة. بس عشان نحكم ونجاوب على هذا السؤال، ما أنا بقدر أقيم، يعني هو لفرض ما ذكر لي normal distributed، بس أنا تعلمت خصائص normal distribution لمجتمع معين، وإذا عندي البيانات تاعت الظاهرة بقدر أعمل evaluation of normality. I can evaluate the normality of data لو ما ذكر لي إنها normally distributed ولا لا، before إني أطبق أو ما أطبق أو أحكم إذا بيزبط أطبق ولا لا. طب من وين أعمل أشوف إذا هو normal ولا لا؟ الـ evaluation كيف يتم؟ مش أخذنا descriptive numerical measures تاعت normal distribution؟ إيش الخصائص descriptive تاعت normal distribution؟ numerically والgraphical presentation شو أخذنا عنه؟ مش متذكرين؟ دكتور اللاين جراف وال الجراف اللي اخذنا الفريكوانسي واخذنا ال لو اعطيتكم بيانات لظاهره ده. وسالتك عن الشيب اوف ذا ديستريبيوشن، هل انت محتاج ترسم كل الشيب؟ لا دكتور، بس الفايف نمبرز معناته انا بقدر جرافيكال، وبقدر من الخصائص اللي أخذناها إني أعرف إذا هو سيمتريكال ولا مش سيمتريكال. والله إذا متوفرة بيانات الظاهرة كلها ورسمت الهيستوغرام أو البوليجون تمام، راح أعرف إذا شكل المنحنى بالكيرف ولا لا تبع الظاهرة تمام. طب إذا ما عندي البيانات كلها، طب مش أخذنا الفايف نمبر سمري؟ مش خدنا كيف نطلع الاكس سمول والكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 والاكس لارج ونرسم البوكس اند ويسكر بلوت، وبالتالي نعرف اذا جوا الصندوق سيمتريكال ولا لا، واذا برا من الصندوق للاطراف او للاسهم الخارجيه سيمتريكال ولا لا. مزبوط؟ نعم دكتور صحيح. فوي كان ايفالويت ذا نورماليتي من خلال اني اطلع الميجرز. أعطيني يا أخوي الـ X small، ويا زميلتي أعطيني الـ X large، وأعطيني الـ Q1 والـ Q2 3 والـ Q3. برسمهم أو بحسبهم في الأول، بحسب الـ range، بحسب الـ interquartile range، بطلع الميديان وطلع الميو. إذا اتطابق الميو مع الميديان مع المود للبيانات، هذه واحدة من خصائص النورمال ديستريبيوشن، تتطابق المين مع الميديان مع البيانات. بعدين لما أنا أجي أطلع الأرقام تبعت Q1 Q2 Q3 وأطلع وأرسم الرسمة، بلاقي جوا الصندوق المسافات بين Q2 Q3 وبين Q2 Q1 متساوية، فيهم 25% above و25% من البيانات بيلو، بلقى سيمتريكال. بلقى المسافة ما بين الكيو 3 والإكس لارج مساوية للمسافة ما بين كيو 1 وإكس سمول. فبالتالي هذه المظاهر الرقمية والجرافيكال بتدلني أنه أنا بتعامل مع نورمال ديستريبيوشن. أعطاني طريقة كمان أخرى بسيطة جداً، إنه نعمل what is called the normal probability plot أو the quantile block أو the QQ plot، اسمه the QQ plot. من وين نجيبه هذا البلوت؟ شو هاي الطلسومة هاي؟ من وين نحل هالطلاسم هاي؟ ولا إشي، تأخذ الX، تأخذ قيمة الظاهرة، القيم تاعت الظاهرة، ترتب البيانات، ترتب الX values، البيانات هذول ترتبهم تصاعدياً، اتطلع القيمة زي المقابلة لكل اكس، حط لي الزي المقابلة، الاكس على المحور العمودي بتحط الاكس values، وعلى المحور الافقي بتحط الزي value المقابلة لكل قيمة، وتوصل الخطوط او النقاط ببعض. اذا طلع عندك خط مستقيم العلاقة
الخطية ما بين قيم X تاعت الظاهرة والزي المقابل إذا طلعت straight line فهذا distribution is normally distributed. وإذا طلع عامل زي الطائية معكوف لفوق هذا left skewed، وإذا جاي له بطن يعني لتحت هيك فيه بطن هذا بيكون right skewed، وإذا جاي على شكل S shaped هذا left cortotic، وبالتالي ما بنطبق عليه normal distribution criteria. left skewed بقدر لليمت معين أطبق، رح نأخذها لقدام إنه متى أطبق على البيانات خصائص النورمال، يعني لو كان فيها شوية skewness to the right أو to the left. هذا كله راح يتضح بالأسايمنت لما أعطيكم إياه وترسموا الرسمة تبعت البيانات. تمام زميلاتي وزملائي؟ دكتور بدي أسأل هسه، أنت لما حكيت إنه إحنا بدنا نجيب الفاليوز ونحطها مثلا هذا السلايد اللي قبل الأخيرة، نحط الفاليوز على الواي أكسس القيم تاعت إكس، طيب والقيم تاعت زي أنا ما أعرفها، بس أنا شو يعني كيف بدي يعني كيف بدي أربط بين قيمة الفاليو هاي مثلا انها بتوقع مش مثلا مش انت رح مش رح نح مش مش البيانات عندنا دكتوره نعم البيانات عندنا بحسب لها لميو بحسب لها الستاندرد ديفيشن اوكي دكتور بعدين عشان وبعدين هيك بحول كل اكس بعدين ححول كل قيمه بمعرفتي بالقانون اكس ناقص الزي على الاكس ناقص الميو على السيجما، فأنا بالتالي بطلع الزيز المقابلة وبرسم الرسمة. أوكي دكتور. تمام؟ فرح يبين عندي إذا normally distributed ولا لا. إذا طلعت العلاقة ما بينهم خطية linear مش مطعوجة لفوق ولا لتحت هذه معناها normally distributed، لكن إذا طلعت هيك هذه left skewed وهيك right skewed. تمام؟ أوكي دكتور ماشي. يعني ما راح تبين معكم إلا لما تعملوا الإكزامبلز والأسايمنت، لأنه تثبيت البيانات ما بيبين معنا من خلال فقط مجرد الشرح النظري. بدي يعني في الويك أند إن شاء الله، يعني وبتكون عطلة نهاية أسبوع سعيدة لإلكم، إنه تشتغلوا إن شاء الله الأسايمنت اللي حوديه، بنحدد آلية أو وقت لحل الأسئلة مع بعض. ممكن نعمل تيمز، بفكر أعمل تيمز يعني جروب على التيمز خاصة لحل الأسئلة بحيث تلتقي الشعبتين ونحل الأسئلة مع بعض. تمام؟ دكتور دكتور كتير منيح. تمام، بس مش حيكون في وقت المحاضرة، ممكن نعمله بمثلا نهاية كل أسبوع يوم جمعة مثلا، بنتفق معكم على موعد معين مناسب. تمام دكتور. تمام دكتور. طبعا الهدف مصلحتكم، يعني عشان مزيد من الإيضاح إذا في شيء مش متضح. هلأ بالأسئلة، أنا في الأسئلة تاعت الأسايمنت بجعلك لكم الأمور عشان تتدربوا على المهارات، بس طبعا في الامتحان ما بتكون الأمور زي ما بيجيكم بالأسايمنت، بتكون يعني نمط أبسط نوعا ما، يعني لأنه الوقت المتاح والأونلاين ما في مجال تضلك أنت تروح وترجع على السؤال اللي قبله، أو السؤال يكون مجزأ إلى عدة أجزاء صعب على نفس الامتحان. تمام؟ أي دكتور. تمام. بس في الأسايمنت لا، بعطيكم يعني كثير، يعني بكون أنا ضاغط في الأسايمنت، بصعب شوية situations عشان أسقل المهارات عندكم، وهذا الإشي ما بيضيع عليكم علامات، لأنه بالآخر عندي نظرة للأمور. أنا ما بصحح يعني بباخدش الأمور بحرفيتها. تمام؟ تمام دكتور. الله يعطيكم العافية، بترككم بحفظ الله ورعايته، وبعتذر مرة ثانية على اللي صار اليوم بالبداية المحاضرة، وعطلة نهاية أسبوع سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.